اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه على القناه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف محتوى من الفيديوهات على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. الحلقه اللي فاتت وعدتكم ان انا هتكلم على ادمان الكوديين، بعد ما كلمتكم على ايه هو الكوديين اصلا وموجود ازاي في الصيدليات عندنا بطريقه غير مشروعه. كمان يا جماعه كلمتكم على الاستخدامات الطبيه بتاعته، اثاره الجانبيه، الجرعه المظبوطه بتاعته عشان ما ندمنوش، ايه هي موانع استعماله وهي التفاعلات الدوائيه. الحلقه بتاعت النهارده يا جماعه هنتكلم على ادمان الكوديين وازاي المدمنين بيستخدموا الادويه المتواجده في الصيدليه في انه يحولوها في صيغه ادمانيه وبيقدروا يدمنوها. كل ده في الحلقه دي هنعرفه، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو ادمان الكوديين؟ بدايه يا جماعه عايز اقول لكم ان تم زراعه خشخاش الافيون والناس استخدمته منذ القدم كمسكن ومضاد للكحه والاسهال، لان كان في خصائص يا جماعه منومه نظرا لانه بيحتوي على المورفين وعلى الكوديين وعلى البابافيرين. في بدايه القرن ال 19 كان الافيون بيستخدم في صوره الافيون الخام باسم صبغه الافيون او إكزير الأفيون، وده كان شائع جدا في إنجلترا يا جماعة من بداية القرن ال 18. بعد كده لقيوا حاجة اسمها السودو كوديين في الأفيون. التحضير الأصلي للأفيون يا جماعة تم في هولندا سنة 1715 بواسطة الصيدلي ليمورد. تم عزل المورفين نفسه في ألمانيا بواسطة الصيدلي فريدريش، الكلام ده كان سنة 1804. عايز أقول لكم النهاردة أنا هكلمكم على إدمان الكوديين، لأني بيموت يوميا في الولايات المتحدة اللي هي أمريكا طبقا للإحصائيات. طبعا هتقولوا لي كل مرة بتقول لنا الإحصائيات بتاعت أمريكا، لأن هي اللي بتدي إحصائيات رسمية، إحنا هنا ما بنسجلش عدد المدمنين في الزيادة، وإحنا ما بنسجلش أي حاجة يا جماعة. بيموت 46 شخص يوميا بسبب جرعة زايدة من الكوديين. حوالي 275 ألف مراهق يا جماعة مدمن الكوديين كان سنة 2015 بأمريكا. سنة 2014 عايز أقول لكم كان أكتر من 2 مليون أمريكي بيسيء استخدام الكوديين. وصل إنتاجه في أمريكا سنة 2013 ل 361 كيلو جرام، تم استخدام بس منهم 249 كيلو جرام، والباقي تم استخدامه بطريقة غير مشروعة في الإدمان. حاليا بنصنع الكوديين يا جماعة من مادة السيباين. طيب دكتور، تعاطي وإدمان الكوديين، هل الكوديين ده إدمان؟ أكيد يا جماعة، لأنه بيعمل على الجهاز العصبي المركزي. طيب البهوات المدمنين بيعملوا إيه؟ بيخلطوا السائل اللي هو يجيبوا الشراب بتاع الكوديين يا جماعة، أو أي دواء كحة بيحتوي على كوديين، ويخلطوه مع الكحول أو الصودا علشان يزودوا تأثيره، وبيسموا الشرب ده بيربل درانك أو سي زيرو أو لين بمسميات مختلفة. كمان يا جماعة بيتعاطوا الأقراص، يا إما بيبلعوها أو عن طريق إن هم يطحنوها ويشموها، فبتديهم إيحاء بالنشوة والاسترخاء نتيجة إن هم بيزود عندهم الدوبامين في المخ، وبالتالي ده بيطور عندي موضوع الإدمان. كمان موجود الكوديين موجود مع أدوية الغثيان زي البرومو سيازين، وده بتزود نشاط إنزيمات الكبد وبتزود تحويل الكوديين لمورفين. كمان يا جماعة في ناس بتقدر تعمل بطريقة معينة، مش هشرحها بالتفصيل عشان الناس المدمنين ما يعملوهاش، بيزيلوا الميسايل علشان يحصلوا على المورفين عن طريق تفاعله مع مادة اسمها البايبريدين. بعد كده ممكن يحولوا المادة اللي هيحصلوا عليها اللي هي المورفين لهيروين عن طريق ان هو يحطوهم مع عبارة عن ثنائي أستايل مورفين بإضافة الأستايل، ولكن البايبريدين يا جماعة مادة مسرطنة وسامة، عشان كده أغلب مدمني الكوديين والهيروين بيجي لهم سرطان. كمان يا جماعة في طريقة اسمها طريقة كروكوديل لإنتاج مادة خطيرة جدا اسمها الدايزومورفين من الكوديين، عن طريق ان هما بيحول الكوديين لألفا كلورو أيودايد المستخدم في تحضير الدايزومورفين، عن طريق ان هما بيستخدموا الكوديين مع اليود مع الفوسفور الأحمر. وعايز اقول لكم ان المادة الدايزومورفين دي
جذبت انتباه الناس في روسيا سنة 2010، والمادة دي للأسف خطيرة، بتحتوي على مواد سامة. نفس طريقة تصنيع المنشطات الكبيرة جدا يا جماعة الممنوعة دوليا اللي اسمها الميس أمفيتامين من مادة السودو إفيدرين. طيب دكتور، ازاي بيستخلصوا المدمنين الكوتايين من الاقراص اللي بياخدوها من السدادات؟ اول حاجه بيستخلصوها عن طريق الاستخلاص بالماء البارد يا جماعه، لان الكوتايين بيبقى اكتر ذوبان في الميه من ماده الاسيتامينوفين. خلي بالكم الناس المصنعين اساسا بيخلطوهم مع الاسيتامينوفين علشان يمنعوا اساءه الاستخدام، فيجي المدمن ماسك القرص يجي مدوبه في الميه البارده، الكوتايين ينزل في الميه البارده ويرشح الجسيمات الصلبه بتاعت ماده الباراسيتامول او الاسيتامينوفين خارج المحلول، فبيتبقى بس المحلول اللي هو محطوط فيه الكوتايين، يعني السائل يبقى بس سائل محتوي على الكوتايين فقط. اغلبهم المدمنين بيتناولوا الماده دي، ماده الكوتايين، على معده فارغه علشان يحدثوا التاثير المشابه لحقن الهيروين والمورفين اللي بيسموه راش اند بانج افكت. طبعا انا مش راضي اشرح طريقة الاستخلاص بالتفصيل يا جماعة، لاني ممكن مدمنين يستخدموا الفيديو ده في ان هم يعملوا بيه اللي، فانا شارحها بصيغة علمية بحتة علشان ما حدش يقدر يحول الاقراص دي لمواد سامة. كمان يا جماعة الكوتايين ليه علاقة قوية جدا باشباه الافيونات الاخرى زي الهيدروكودون. الهيدروكودون ده كان في سنة 1920 في المانيا، وتوفر بامريكا سنة 1943. كمان ثنائي الهيدروكودون كان متوفر في المانيا سنة 1908. النيكو كوداين كان سنة 1956 موجود في النمسا. الايزو كوداين سنة 1920 كان موجود في المانيا. الهيدرومورفون اللي تم اكتشافه سنة 1924، والأوكسيكودون اللي تم اكتشافه سنة 1916. في أدوية كمان أخرى كتير جدا مشابهة للكودايين زي الكودوكسين والسيباكون وأكسيد الكودون اللي بيسميه جاينوكودين والميسوبروميد الكودايين والهيتيروكودايين. الهيتيروكودايين أنا عايز أقول لكم أقوى 6 مرات من المورفين و70 مرة من الكودايين. كمان في عندي الكودايسايلين والبنزايل مورفين، كل دي أدوية شبيهة جدا في عملها وطريقة إدمانها للكودايين. طيب دكتور، بعد إذنك، إيه هي أعراض ودلائل إن الإنسان ده بيتعاطى الكودايين أو مدمن للكودايين؟ أول حاجة تلاقيه في عنده صداع في رأسه غريب جدا، في إمساك، في إثارة على طول، مش قادر يعمل حمام مية، انخفاض الدافع الجنسي، النفس بتاعه مش قادر ياخده، في الجرعات العالية بيوصله لحالة سكر يا جماعة، وتلاقيه ماشي بيتطوح نقص في التنسيق ويقول كلمات مبتذلة، كلمات قبيحة. في الجرعة الزايدة من الكوتايين للأسف بتبقى مميتة يا جماعة، محتاج إن أنا أتنقل طوارئ، لأن الكوتايين بيتحول زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت بيتحول لمورفين، بيحصل تثبيط لعملية التنفس. عايز أقول لكم إن حرمان بيعمل حرمان للمخ من الأكسجين لمدة 3-5 دقايق كفيل إن هو يعمل له تلف دائم بالخلايا بتاعة المخ. طيب أعراض الجرعة الزايدة، يعني أعرف إزاي إن المريض خد جرعة زايدة من الكوتايين بأي غرض، بغرض النشوة، بغرض الانتحار؟ الجلد بتاعه بيبقى رطب يا جماعة، بيبقى سائع ورطب، يحصل عنده قيء، بيحصل له إغماء وتشنجات ونوبة قلبية وسكتة دماغية، وللأسف بتنتهي بغيبوبة ووفاة لو ما نحنقهوش على الطوارئ. بعض الأشخاص يا جماعة، طبعا ده نسبته قليله بنسبه 0.5 ل 2%، عندهم حاجه اسمها الايد فائق السرعه، بنسميهم الالترا رابيد. يعني ايه؟ بيمتلكوا نسخ متعدده من جينات سيتوكروم بي 2 دي 6، وده للاسف بيزود نشاط الانزيم ده، وبالتالي ده كارثه، لان اول ما ياخد الكوتايين جسمه هيحول بسرعه لمورفين، هيحصل له وقف للتنفس مفاجئ وهيموت مني على طول. كمان يا جماعه ده بيفسر لي ليه اصحاب الايد البطيء اللي هم الحرق بتاعهم ضعيف يا جماعه ما بيستفيدوش من الدواء ده، لان كده كده لازم الدواء ده يتحول لماده فعاله علشان يدي الاثر المسكن بتاعه، وبالتالي لو واحد الايد بتاعه قليل يبقى كده كده مش هيستفاد بالدواء. عايز اقول لكم ان مغني الراب بيمب سي من مجموعه اليو جي كي اتوفى من جرعه زايده من الكوتايين من دواء شرب اسمه فينرجان. طيب دكتور، بعد اذنك، انا شاكك في ابني او اي حد بيتعاطى الكوتايين، ازاي اكشف عن الكوتايين؟ بنكشف عنه عن طريق الدم والبلازما يا جماعه. في حاله الاستخدام المزمن على طول بيبقى تركيزه من 700 ل 7000 مايكرو جرام لكل لتر، في حاله الجرعات القاتله بيبقى 7000 ل 10000 مايكرو جرام لكل لتر. كمان ممكن اكشف عنه
في البول، في الشعر، في العرق، في اللعاب. لكن كل الفحوصات يا جماعة ما بتميزش ما بين الكوديين والمواد الأفيونية الأخرى. طيب دكتور، أنا عرفت إن ده مدمن، وإيه هي المضاعفات اللي ممكن تحدث نتيجة إدمان الكوديين؟ المضاعفات الجسدية تلاقيه فاقد الشهية يا جماعة، ما بياكلش، الحدقة بتاعت العين بتضيق قوي، كمان بيحصل انخفاض في نبضات القلب، اضطراب في التنفس، في تعرق شديد، وتلاقيه عايز ينام على طول. في أعراض أو مضاعفات نفسية يا جماعة، بتلاقي في قلق، في اكتئاب، في تقلبات مزاجية، في نوبات، وفي ميول انتحارية. طيب دكتور، عايزين نعالج ادمان الكوديين. اول حاجه قبل ما تعالج ادمان الكوديين لازم تعرف ايه هو اعراض انسحاب اللي بتعد عامل اساسي في عمليه الادمان. اول حاجه لما تيجي توقف الكوديين يا جماعه هيحصل اعراض انسحاب زي التهيج، رعشه، اضطرابات في القلب والتنفس، هيحصل انك انت تقعد تتوه معظم الوقت، سيلان في الانف واعراض للانفلونزا، العينين بتاعتك بتبقى سيادتك مدمعه، بيحصل تعرق، اثاره، قلق، في بيحصل عندك اسهال، الام في جميع عضلات الجسم، بيحصل القيء، وارجل لا تهنى تلاقيه قاعد يهز في رجليه على طول، والاعراض دي بتستمر لمده اسبوع. طب انا عايز اعالج ادمان الكوديين، اول حاجه بعالجه عن طريق برامج علاج الادمان من المواد الافيونيه اللي بنختصرها باسم OTPS. اول حاجه بنعملها في البرنامج ده يا جماعه ان احنا بنشخص ونقيم، وبنعمل التحاليل علشان نعرف نسبه المخدر الموجوده في الجسم. كمان تاني حاجه بنتخلص من الاعراض الانسحابيه عن طريق ان احنا بنسحب المخدر من الجسم بدون الم باستخدام الادويه المناسبه تحت اشراف الطبيب، عشان ما نطلعش من ادمان الكوديين ندخل في ادمان الادويه الاخرى. كمان بعد كده بنعمل تاهيل نفسي وسلوكي، لان الاثار النفسية والسلوكية والعاطفية هي اللي بتستمر عدة أشهر. بعد كده بنعمل للمريض فولو أب اللي هو متابعة علشان نقلل خطر الانتكاسة. طيب دكتور، هل في فرق بين الكوديين وبين الترامادول؟ مفيش أي فرق خالص يا جماعة. طيب دكتور، إيه الوضع القانوني لمادة الكوديين؟ الوضع القانوني كله يا جماعة داخل جدول مخدرات أول، وممنوع استخدامه في جميع الدول، من ضمنها الدول الكبيرة أمريكا، بريطانيا، أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، أسبانيا، النمسا، السويد، الدنمارك. عندنا كمان ممنوع في هونج كونج، ممنوع في أيسلندا، ممنوع في الهند، ممنوع في نيوزيلندا، ممنوع في اليابان، ممنوع في رومانيا، ممنوع في جزر المالديف، ممنوع في إيران، ممنوع في أيرلندا، ممنوع في الإمارات العربية المتحدة، وممنوع عندنا هنا في مصر، بس مش عارف ليه الصيدليات الكبيره بتبيعه. خلي بالكو الدواء ده كان في بدايه ظهوره كان بيستخدموه ان هو بيسيطروا بيه على مرض السكر، على الرغم من ان تاثيره على مرض السكر اضعف من ماده الديامورفين والهيدرومورفون، لكن اكتشفوا بعد كده ان هو بيؤدي لرغبه شديده في تناول السكر. الدواء النهارده اللي احنا بناخده علشان يعالج حاجه معينه، وبيقولوا عليه الدواء الواو ان هو يخلصني من الحاله المرضيه الفلانية، للأسف يا جماعة بعد كده بيكتشفوا انه دواء خطير وما يعالجش كان الحالة نفسها. عشان كده بقول يا جماعة الأدوية مكانها مش في الصيدليات، الأدوية مكانها الطوارئ، وأخدها بس عند اللزوم ساعة محتاج الدواء وبالجرعة بأقل جرعة ممكنة. خلي بالنا يا جماعة من الأدوية وخطورتها. أتمنى إن الحلقة دي تكون مفيدة لكل الناس، أتمنى نشر الحلقة دي لشبابنا علشان شبابنا يبقى واعي. لو حد عنده أي استفسار، بس أهم حاجة يا جماعة مش برد على الاستفسارات اللي أنا قايلها في الفيديو، لو في أي استفسار بره الفيديو يا جماعة بعد ما تسمع الفيديو سيادتك ممكن تكتبه لي. أتمنى من كل الناس إن هي تكون استفادت. لو استفدت من الفيديو ما ننساش نضغط لايك الفيديو، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. ويا ريت يا جماعة ما ننساش شير القناة لكل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتوا في قناة صحة وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت، ألف سلامة.